تهانينا لمالك زهرة عامر بن سعد الرفادة المري. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة، الكلمة تتجول بين الزملاء المعلقين في هذه اللحظات. أيها الإخوة المتابعون، تتواصل انطلاقات اللقاية مع أشواطنا العامة في هذا الصباح، مسافة 4 كيلومترات. نذكر بصاحبة التوقيت الأفضل براكين راشد بن هديبان المري، صاحبة الشوط الرئيسي الشوط الأول 6 دقائق 3 ثواني 76 جزء من الثانية كأفضل توقيت يسجل ويبقى حتى ختام الشوط التاسع. أيها الإخوة المتابعون، شوطنا العاشر ينطلق على بركة الله وتبدأ رحلة جديدة، وهذه القعدان المشاركة في هذا الشوط الباحثة عن الناموس. هذه براكين صاحبة الشوط الأول على الهواء مباشرة. نشكر المخرج. 6 دقائق 3 ثواني 76 جزء من الثانية، صاحبة الشوط الأول على الشاشة قناة الريان الفضائية. تهانينا والناموس لمالكها راشد بن هديبان على بركة الله. نبدأ في المقدمة ونبدأ مع الصدارة، شعار بن قبعان على مقدمة الشوط، تيم على مقدمة الشوط، علي بن محمد بن حمد بن قبعان المري مع صدارة الشوط يقود هذه الأسماء. يليه مباشرة الشقب، تركي بن سعيد بن فهيدان المري مع المركز الثاني، رعد على المركز الثالث. ينطلق عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع الجوكر على المركز الرابع، محسن بن حزام بن راشد بن ديلة مع رابع المراكز، بينما المركز الخامس شعار المعاضيد اللي هو الباسل، علي بن راشد بن علي العلي المعاضيد. هذه الأسماء، هذه المراكز الخمسة الأولى، مسافة 4 كيلومترات، البحث عن الناموس، الاستعداد لسباق الشحنية يبدأ من هذه اللحظة، يبدأ من هذا اليوم استعداد المشاركين في هذا السباق، السباق المحلي الثاني يبدأ في من مرحلة اليوم، من اليوم يبدأ ويستعد الكل لانطلاقة وتحديات الشحنية. يا سلام، نتمنى لكم التوفيق. الجوائز القيمة التي رصدت في هذا السباق، السيارات بأنواعها، الجوائز النقدية القيمة التي رصدت بدعم سمو سيدي أمير البلاد المفدى لهذه الرياضة العربية الأصيلة، نشكره على هذا الدعم اللامحدود في ميدان الشحنية لهذا العالم الساحر. يا سلام، الباسل، الباسل المعاضيد مع المقدمة، علي بن راشد بن علي العلي المعاضيد مع مقدمة الشوط، ينطلق مع الباسل، السلالة الغنية عن التعريف، سلالة ماركة أصلية، هذه ماركة أصلية، هناك سلالات مميزة تنطلق وتندفع معروفة على مستوى الخليج، هناك الباسل، هناك أيضا الباز المملوك لسمو سيدي أمير البلاد المفدى، هناك أسماء كبيرة، هناك مشرف، هناك أسماء كبيرة سجلت فحول لها سجلات حافلة، لها إنجازات سجلتها في أعوام ماضية، وتبدأ هنا في هذا العالم الساحر مع هذه الأسماء المشاركة بأسمائها. هنا الباسل كما أسلفت، علي بن راشد بن علي العلي المعاضيد مع المقدمة، مهيض ينطلق، علي بن سعد بن شريان المري مع المركز الثاني، المركز الثالث وجود رعد عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت، المركز الرابع انطلاقة الجذاب أحمد بن حسن المهندي، وخامس المراكز يبقى الجوكر محسن بن حزام بن راشد بن ديلة. يا سلام، الأقرب للناموس المعاضيد، الباسل علي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد ينطلق في هذه اللحظة مع المقدمة، معلنا انطلاقة الباسل، صاحب سجلات، ولكن بن شريان خطير، علي بن سعد بن شريان المري مع مهيض انطلق في هذه اللحظة، ولكن الباسل
يا سلام، علمتكم عن الباسل الباسل الباسل، سلالة غنية عن التعريف. الباسل يهدي السلام لعلي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد، هذا هو الباسل يصل إلى خط النهاية، وسلام لمعيدر سلام على فوز الباسل بالمركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني مهيض علي بن سعد بن شريان المري، ثالث المراكز يصل الجذاب أحمد بن حسن المهندي، المركز الرابع وصل رعد عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت، المركز الخامس وصل برلنت راشد بن بطي الزعبي. تهانينا والناموس للمعاضيد على هذا الفوز الذي حقق وتسجل مع الباسل. هذا هو الباسل، لحظة وصوله إلى خط النهاية. التوقيت الزمني 6 دقائق 5 ثواني 70 جزء من الثانية. الباسل علي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد الذي فاز بهذا الشوط. المركز الثاني 6 دقائق 6 ثواني 30 جزء من الثانية، هو مهيض علي بن سعد بن شريان المري. أهني على هذا الفوز بن شريان. المركز الثالث لحظة وصوله إلى خط النهاية هذا الجذاب. 6 دقائق 13 ثانية 36 جزء من الثانية، مالك الجذاب أحمد بن حسن المهندي. تهانينا والناموس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.